10 ديسمبر 1948 التاريخ هذا شنو يعني؟ اليومية هذه نتاع شنو هي بالضبط؟ اليومية هذه ذكرى الاحتفال ذكرى 64 لحقوق الإنسان. الإعلان هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اليوم في تونس تحسه قريب لك كمواطن تونسي تلقى روحك فيه؟ والله بصدق كل عام نتبعوه الناس كل تقريبا إلا السنة ما حسيناش بحكم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد ما حسينا بحد شيء تقريبا. العديد من التظاهرات الوطنية وغيرها ما عادش نحسوا بها كيف قبل. حكم الفوضى اللي صايرة في البلاد للأسف ولا الإنسان يعدي نهاره برا وكهو. اليوم كمواطن تونسي كيفاش ترى حقوق الإنسان في تونس؟ حقوق الإنسان والله حقوق الإنسان موجودة خاصة بعد الثورة. إلا كونها البعض من المنظمات والأحزاب والتحركات السياسية ما عادش راعي بالشيء هذاك، عندها بعض المآرب بتات بعض التوجهات اللي ما عادش يهمها حقوق الإنسان في حد ذاته. معناها يقضيوا مصالح كلمة حقوق الإنسان، أما في واقع الأمر ما ثماش حقوق الإنسان ما له رزمة. عشرة ديسمبر يا سيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان. سيبون اليوم أنت كمواطن تونسي كيفاش ترى حقوق الإنسان في تونس؟ والله ما زلنا ما وصلناش النتيجة المرجوة والمأمولة. إن شاء الله نفهموا بعضنا وإن شاء الله نحقوا حقيقة حقوق الإنسان بأتم معنى الكلمة. إيش هي الحكاية الكل؟ كل حد ياخذ حقه اللي دعم تبدأ الأمور مريقلة والحمد لله والبلاد تتقدم هكاك. فماش حقوق إنسان ما تقدمش، باش مش تقدم البلاد بالعدل. فماش عدل ما نتقدموش. سي بون؟ يا وليدي يرحم الوالدين أكسيون. ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو صدر بعد الحرب العالمية الثانية في 10 ديسمبر 1948. قاعدين نسمع في برشا حديث على حقوق الإنسان وما نعرفوش الناس يعرفوهم ولا حقوق الإنسان. حقوق الإنسان راه مبادئ موجودين في إعلان عالمي اتفقوا عليه البلدان الكل، اتفقوا عليه الناس الكل باش يحاولوا يوصلوا يحققوه. المبادئ هذوما موجودين في الكتيب الصغيرة هذا اللي هو يلخص المبادئ العامة لحقوق الإنسان. هذايا أوتو كولون منظمة تونسية، احنا المنظمة التونسية من أجل مواطنة. هذايا الأوتو كولون هذايا فيه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948 اللي اعتبروا الإنسانية تتفق عليه. هذه الذكرى 64 تونس ديسمبر 1948 شنو يعني لك؟ والله بالنسبة لي أنا 48 ما نعرفش نكذب عليك. Le ciel à la portée des doigts.